في بعض البلاد الإسلامية الذين لا يحكمون بشرع الله، يقوم الشباب السلفي بجمع الأموال من الناس فيصرفون جزءا من المال في كفالة الأيتام، وجزء منه ينفق على طلبة العلم وآخر على الفقراء والمساكين، هل في ذلك شيء؟ إن كان هذا المال من التبرعات فلا بأس، أما إن كان من الزكاة فلا بد أن يتأكدوا أن هؤلاء من يستحقون الزكاة، لا بد من تأكدهم من هؤلاء أنهم يستحقون الزكاة. أما التبرعات فأمرها واسع لا بأس.